بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض رجالة في الصالة ورجالة في الأوضة ده حتى ما حصلش كلام مغنواتية. أنت عايز إيه أنت التاني؟ أنت اللي عايز إيه؟ وبتعمل إيه هنا؟ مين ده يا جليلة؟ ده عماد أخوي. أنت بتشرحي له بصفته مين؟ بصفتي جوزها. أنت اللي قربت حتى وأنا كنت بحاول أبعد. وقلت لك إن أنا خايفة وإنك ما تعرفنيش وإيه؟ صحيح. أنا اللي قلت لك كل ده. وأنا اللي بقول لك دلوقتي إن أنا مش عايز أعرفك تاني. مش عايز اعرف كريمان ولا كريمة. انا ما رضيتش اروح لك البيت ولا اجي وراكي. ايه ده؟ لانك كان المفروض تفهميني اللي حصل. خلينا نتعاتب في البيت، انا ورايا شغل كتير. انا بس يا استاذ صدقي جاي عشان اعتذر لك على سايباني البيت. بس انا مش هرجع لهناك. في مسرحية جاية من مصر بيقولوا عليها كويسة بس مش عارف هي بتعرض فين. هسأل وأشوف. تحب تيجي معايا؟ يا ريت. خليها المرة الجاية أبقى مستعدة. أنتِ كنتِ بتحطي راسك إزاي معايا على نفس المخدة وأنتِ مخبية عني كل ده؟ بحبه بس مش سهل إنها تتقال. مش سهل عليا حتى أقولها لنفسي. مش إن أجي أقولك. ليكي حق، إحساس الذنب ياكلك. ده ربنا ليه حكمة يبعد عنك بنتك عشان ما تطلعش زيك. يا بنت هو انت قلبك اسود؟ كحل. خليها بقى بعيدة عني وعن سواد قلبي. ما هي التانية هبلة وعبيطة وصاينة العشرة. انت اللي طيبة يا أبلة ومش فاهمة حاجة. طب فهميني، البنت جت تعتزلك ما اديتهاش ريق،
انا بقالي يومين ثلاثه اهو رايحه جايه عليكي عشان احنن قلبك عليها وبرضه مفيش فايده. هي صحيح كذبت، ما قالتش ان هي متجوزه وطفشانه من جوزها وعندها بنت، بس هي ما كذبتش عليك انت بس، دي كذبت علينا كلنا. بالك انت الواحده لما راجلها يكون بيهينها ويقل منها بتصعب عليها نفسها، بتخبي وبتكذب عشان ما تصعبش كمان على الناس. وبعدين هي عارفه ان هي غلطانه، مش هتعلق لها حبل المشنقه. وحياتك هي اللي هتشنق نفسها بعمايلها. يعني تبي عارفه ان هي رايحه الموت برجليها بدل ما تعقليها تقطعيها؟ مش انت يا جليله، لا مش انت تعملي كده. وبعدين موت ايه ومشنقه ايه؟ وانتوا مش بتقولوا ان جوزها رجع متغير وبيعتذر وعايز يفتح صفحه جديده معاها؟ بدري قوي كده؟ لا وانت صادقه، راجع من السهره متاخر قوي كده. سهره صباحي، لازم تيجي معايا المره الجايه. لا انا كبرت على الحاجات دي، ده انا الايام اللي بسهر فيها شويه ما ببقاش قادره اصحى الصبح بدري افتح في معايا. سبت لك انت السهر والفرفشه، خلينا انا في الشغل والشقه. زعلانه مني؟ ابدا، انت حر تعمل ما بدالك، بس المهم اللي بعمله ده ما يكونش مضايق. مهم يكون مريحك. انت مرتاح يا عزيز؟ انت هتفضل شابط في ديلي كده زي العيال الصغيره؟ لا هروح انام زي العيال الصغيره. تحبي تروحي معايا السينما او نتعشى بالليل؟ اوعدك اروح بدري. شكرا. محتار يا كريم، محتار ما بين اني اروح اشقر على الابعديه والشغل هناك، ما بين اني مش عايز اسيبك لوحدك. وانا هيحصل لي ايه؟ سافر انت وشوف شغلك وبارجع على ميعاد وصول ليلى مع ايمان. انا مش حابب اقعد طول الفتره دي بعيد عنك كريمان. انا حاسس ان انا بتعرف عليك من اول وجديد، بعرف انت بتحبي ايه وبتتضايقي من ايه، طباعك عامله ازاي. بس انا عارفه الحاجات دي عنك، فما عنديش نفس الإحساس ده. كريمان أنا عايز أتكلم معاكي بصراحة. يا ريت. دلوقتي بعد ما حكيتيلي اللي دار بينا احترت، لأن واضح إن أنا كنت بحبك، وواضح كمان إن أنا عذبتك، بس كل اللي أنا حاسه دلوقتي إن أنا ممكن أحبك تاني من أول وجديد. العذاب اللي أنا عشته معاك نساني الحب اللي أنت بتتكلم عنه ده. النسيان ده ملوش دواء زي اللي انت لسه واخده. اديني فرصه اثبت لك ان انا مش البني ادم اللي خفت منه لدرجه الهروب. مفيش حد بيتغير يا اسماعيل. في ناس لما الدنيا بتديهم فرصه بيتغيروا. ممكن اكون من الاذكياء اللي هيحصل معاهم كده. ازاي سايبها لوحدها؟ ما انا كنت بجهز لها الاكل ولسه طالعه. وسمعاها مفروقه من العياط؟ وانت اللي بتسمعي اللي بتتكلمي؟ المفروض تاخدي بالك منها، ولو مش عارفه تعملي كده تمشي.
انا اسفه يا سيدي. شو صاير؟ ناديه منيحه؟ اه يا ستي انا هاكلها بس. حتى لو انا بتحمل مزاجك السيء مش كل الناس بيتحملوا هالشيء. ما بعرف شو صاير معك بس بترجيك بلا صريخ وصوت عالي بالبيت، مش حلو الجيران يسمعوا هيك شيء. تأخرت عليكي؟ لا أبدا. أخبارك إيه؟ بخير. وأنتِ؟ كويسة خالص. بقالي كم يوم بسأل عليك في التياتر ومش بلاقيك. أنا كنت واخد أجازة بس طويلة شوية. ليه خير؟ قصدي يعني خير؟ خير يا جليل. ما تقلقيش. لا مش قلق، أنا بس كنت عايزة أشكرك. من يوميها وأنا عايزة. مفيش حاجة حصلت لكل ده. لا إزاي؟ أنا اليوم ده حسيت إن أنا ليا سند، وأنا من يوم ما جيت البلد دي وأنا اللي سند نفسي. يعني في الفترة اللي كنا فيها سوا أنا ما كنتش سندك يا جليلة؟ ما أقصدش، صدقني يمكن بس ما حصلش ما بيننا الموقف اللي يخليني أحتاج للسند ده، وكمان بعد اللي حصل ما بيننا ما كنتش متخيلة انك هتبقى اول واحد تقف جنبي. انا بقى كنت واخد اجازة وفكرت اسيب الشغل عشان ما نقعدش القعدة دي. انا ما عملتش كده عشان تشكريني يا جليلة، ولا عشان نرجع نتكلم في اللي فات ونعتذر عنه، ولا نتناقش فيه من اساسه. انا كمان مش عايزة نتكلم فيه. احنا ممكن نطوي الصفحة دي خالص بحلوها ومرة، ونفتح صفحة جديدة تكون انت فيها اخويا الجدع. صعب. جايزة الطردية دي برضو كنت بهرب منها بالأجازة. لا أقدر أوعدك بيها جليلة إنك عمرك ما هتكوني محتاجاني وهتأخر عنك. بس بلاش نضحك على بعض ونقول إننا إخوات، لأني عمري ما شفتك أختي ولا هشوفك يا جليلة. أنا آسفة يا أمي. آسفة إنك ما عرفتيش تحبيني. بيتهيأليش دي حاجة تعتذري عنها. كنت تعتذري لو كنت كملتي معايا، وانت عارفة ان مهما عملتي مش تقدري تحسي باللي انا حاسه ناحيتك. لو بتعتذري على حاجة قلتيها او عملتيها ضايقتني، فانا كمان عملت كده ساعات، فتقدري تعتبرينا خلصين؟ هو انت ازاي طيب كده؟ يا ريتها كانت طيبة، إنما بكرة أشفى من اللي في قلبي ليكي. ومين عارف، يمكن يا ستي ساعتها نعرف نبقى أخوات زي ما أنتي بتقولي. يعني إيه؟ يعني جالنا رفض من البنك، وزي ما بلغت حضرتك قبل كده مفيش سيولة تغطي المبلغ ده، وبعد الدفعة الجاية قرب. طيب خلينا نأجل أعمال الصيانة اللي كنا مفروض نعملها الشهر ده، وبلغ رمسيس يقدم تقرير بإيرادات التياترو، يمكن نقدر نسد الشيك ده من الإيرادات. طب وفلوس الشيك اللي جاي؟ المشكلة حضرتك إنهم كانوا بيعدوا لنا الموضوع ده قبل كده علشان علاقتنا الطيبة معاهم، بس بعد تأخير السداد الكام شهر اللي فاتوا ده خلاهم يبقوا. هنتصرف لما يجي وقتها. خلي حد يكلم لي البنك عشان أفهم وصلنا لإيه في موضوع فلوس الرهن. المهم إنه لازم نتصرف بأي طريقة. تفضل. اطلب من رمسيس اللي قلته لك، وبعدين نبقى نتكلم في اللي جاي. تمام يا فندم، استأذن حضرتك. أنا اطلعت على أغلب الملفات اللي حضرتك اديتها لي من وقت ما استلمت الشغل، وكنت عاوز أطرح عليك شوية أفكار ليها علاقة بالدعاية للخدمات اللي بيقدمها الأوتيل والتياترو. معلش يا حسن، لو ينفع نأجل الكلام ده لوقت تاني،
أنا اليومين دول ذهني مش صافي وحابب لما أسمعك أسمعك بتركيز. آه طبعاً يا عمي براحتك، نقعد ونتكلم وقت ما تحب. لو تحب حضرتك أنا ممكن أتكلم مع نبيلة. لعلم حضرتك أنا غلطتها وقلت لها إنها لازم تسمع كلام حضرتك مهما كان زعلها أو علاقتها مع مدام نعمات. شوف يا حسن، غير إني ما أحبش قوي كلام في الأمور الشخصية أثناء الشغل، يعني بيقولوا لكل مقام مقال، بس كمان أنا مش حابب إن أنت ونبيلة تشغلوا نفسكم بمشاكل أو بكلام من النوع ده. فترة الخطوبة معمولة عشان تعرفوا بعض وتقربوا من بعض، ما تخليهاش تدوشك بالكلام ده. لو سبت ودنك للستات وحكاياتهم مش هتخلص. دكتور فريق، دكتور فريق، لحظة من فضلك. أهل المريض اللي كان في العمليات من ساعتين بيسألوا على حضرتك. أنا كنت لسه معاهم، وده ما حصلش في جديد. أصلها عملية كبيرة وهو لسه ما فقش وهم قلقانين عليه، فلو حضرتك تطمنهم يعني. ما تعرفيني الشغل أحسن. أقول لك اتفضلي طمنيهم، ولما حالته تبقى أحسن اكتبي له على خروج. أنا آسفة يا دكتور، ما كانش قصدي. أنا كل غرضي بس إن أقول لحضرتك إن المريض. دكتور فريد، تليفون من البيت، مرات حضرتك تعبانة قوي. ريحي قهرك. ليه مش عايزة تروح الدكتور؟ أنت بتعرف أنا ما بحب المستشفيات، بعدين مش هالقد تعبانة، يعني التعب العادة تبع أول الحمل، بس ما بعرف ليش وداد لقيت هالقد وقلقتك معه. طيب حاولي ترتاحي وتنامي كويس، بس لو بكرة صحيتي تعبانة نروح المستشفى. هذا كلام دكتور فريد؟ فريد جوزي ما بده يقول شيء؟ جوزك قلقان عليك وعلى البيبي. عن جد؟ أكيد. مستغربة ليه؟ أنا بستغرب إني بعدني ما بعرفك. أوقات بحس إنه فيك أشياء كتير واضحة، برجع بحس إنه ما بعرفك أبداً. يمكن هيدا الشيء اللي متعبني. أنت مش البيبي اللي ببطني. يا تعبتك للدرجة دي؟ طب أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان تبقى أحسن. اي حاجة؟ اكيد. طب فيك تاخد اجازة بكرة ونقضي النهار كله سوا، بس بلا ما يكون مزاجك مش رايق. يعني انا مزاجي مش رايق بسبب الحمل، بس انت شو اللي معكر لك مزاجك؟ عندك حق، مش هكون انا والبيبي اللي في بطنك عليك. حاضر، هاخد بكرة اجازة، هعمل كل اللي نفسك فيه. العزومه المرة دي عليا، لما المرة الجاية عليكي. عليا؟ أيوة، تعزميني عندك وتأكليني حاجة بإيدك. أكل وشرب؟ بس المهم تطلب حاجة إحنا بنقدمها، ما تعجزنيش. أخبار فريد إيه صحيح؟ مش عارف، بقالي يومين ما شفتوش. أنت مش ناوي ترجع شغلك؟ ناوي. إمتى؟ أول ما فلوس تخلص. انما انت كنت عايزه فريد فيا. ابدا،
حاساه مهموم اليومين دول، قلت اطمن عليه. فريد بقى على طول مهموم من وقت ما اتجوز على رأي ماما. مش ممكن. زي ما تكون حالفة حتى وهي فوق في السماء. لو اجتمعنا انا وانتي لازم تحضر. يا عزيز، انت لسه محتفظ بيه لحد دلوقتي؟ انا فاكره وقتها ما كنتش بقلعه من ايدي ابدا. لما رجعتيهولي بعد ما ماما اتدخلت عشان تاني الموضوع بتاعنا، قلت لي ما ينفعش تحتفظي بهديه مني عندك. قلت اخليه، يمكن الامور تتغير واقدر في يوم من الايام ارجعهولك. بعدين اتجوزتي. تاني يوم نزلت الجواهر جبعته. فاتش جمعه. رحت اشتريته ورجعته. المره دي احتفظت بيه. مش عشان ارجعهولك. كنت عارف انه خلاص ما ينفعش. بس عشان كل ما ابص عليه اشوف فيه خيبتي. أشوف إن أنا ما عرفتش أحافظ عليكي. فعلى الأقل حافظ عليه هو. يا عزيز أنت كنت لسه صغير. وهي ما كانتش ليها غير، ولا أنت ليك غيرها. كان صعب أوي إنك تقف قصادها أو تعرضها، وبعدين لا، كان ليا غيرها. أنتِ. هي راحت. لما إحنا لسه موجودين. ما احنا ما عندناش النهار بطوله. انا مستأذنة من صوفيا في تلت ساعة بس. خلاص ابتدي انا الكلام. جليلة واخدة على خاطرها خالص، والحقيقة ليها حق تزعل منك. يعني موضوع جوازك ده اللي خبتيه عليها وخبتيه علينا كلنا، وانا بعتب عليك انت برضو يا جليله، لانك عشرتيها وعرفتي اصلها ومعدنها، فالمفروض تقدري ان الظروف مش سامحه لها انها تحكي لك. والظروف دي بنت لذينه بتحطنا في مواقف مش ممكن نتخيل ابدا ان احنا نتحط فيها او نقبلها. والله هو ده اللي حصل. وعلى قد ما انا عارفه اني غلطانه من ساسي لراسي، وان جليله مش بس عندها حق تقاطعني، دي لو وقفت تبيع وتشتري فيا مش هغلطها ومش هقول لها حاجه. بس ما اكدبش عليك يا ابله، كلامها قهرني قوي. انا كنت متخيله ان هي هتعرفني وهتقدر، حتى لو هي مش عارفه حكايتي كلها، بس على الاقل يعني مش هتقس عليا القسى ده كله. قسوتها من ورا قلبها ده مفيش في طيبه وحنيه البت دي. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا نعمات. صباح النور. هستأذنكم أخطف منكم نعمات شوية. بعد إذنك يا نعمات. محتاجين نتكلم. أول ما عرفت إنك هنا جيت على طول وجبت لك دي معايا. كنت عليكي الكام يوم اللي فاتوا؟ اسمع منك ولا تطمنيني عليكي؟ ولولا قبل نعمات جابتني ما كنتيش هتشوفي وشي. انا بقى كنت ببقى عايزه اجيلك كل يوم.
بس خفت. مني؟ خفت اضايقك اكتر من كده. انا عارفه انك اكتر حد ممكن ياخد على خاطره مني، حتى اكتر من فريد، وعارفه اني محقوقه لك، وحتى الكلام اللي انت قلتيه في ساعه عصبيه مع انه كان كانك بتذبحيني بسكينه تلمة، مش قادره اغلطك فيه، ومليش عين اطلب منك انك تسامحيني وتصفيني، ومقدرش اتخيل انك ممكن تعملي ده ولو عايزاه. ده انت حتى لو ملاك بجناحات مش هتقدر. ما احناش ملايكه ولا شياطين، انما انا كنت فاهمه ومصدقه اننا اخوات. لقيتني ما اعرفش عنك حاجه، خبطتين في الراس توجع، وانت اديلك مده نازله فوق نافوخي بشاكوش ما بيونش. انا عارفه والله، انا عارفه، بس الظروف اللي انا كنت فيها ما كانتش سامحاني ان انا اتكلم عن نفسي ولا في القديم ولا الجديد. كانها بكره، ولو سبت اول خيط هتكر مني، وانا ما كنتش حمل ده. انا لما جيت هنا لا كنت عايزه اقرب لحد ولا افتح قلبي لحد، بورسعيد دي كانت مجرد محطه لحد ما اوصل لبنتي، ودلوقتي انا عارفه ان انا يوم ما امشي هسيب حته من قلبي مع كل واحد فيكم، أولهم انت يا جلولة. أنا قبل ما يحصل اللي حصل كنت خلاص بدأت أبص على بيت جديد، يعني لزم الوجاهة بعد ما بقيت نجمة التياترو زي ما بيقولوا. ولما عماد طب عليا حسيت إن أنا لازم أعجل بالموضوع، لحسن كمان يكون معاها عنوان البيت، ولما يعرف إن موضوع أمين ده كده يجي لي على هناك. بس لسه هستلمه على أول الشهر الجاي. مبروك عليكي، تستاهلي كل ده وأكتر. أنا أصلي كنت طلبت من الراجل طلبات مخصوص في البيت، يعني مطبخ كبير، مطبخ بجد مش ركنة في الصالة، وأوضتين واسعين، وأوضة تالتة. قلت له يحط فيها السرير صغير علشان يعني لما ليلى ترجع بالسلام. المشكلة بقى إن أنا روحي مش مطوعاني أرجع وأقول له إني مش عايزة كل ده، وإني يا دوب عايزة شقة أوضة واحدة. أنا مش ملك ولساني واخدة على خاطري منك، بس اللي أنا قادرة أقطعك ولا أنا عايزاكي تخرجي من حياتي. وزي ما انت قلتي لي قبل كده، انت كمان العيلة اللي انا اخترتها لنفسي يا كريم، والمرة دي بقى انا مش عايزة العيلة دي كمان تروح لي. حقك علي والله، حقك علي. على عيني يا صديقي مجيتك وكلامك معايا ومحايلتك لي. هي هتجيلك مغصوبة وارجع البيت وهي حاسه ان انا مفروضه عليها. هي عارفه انها غلطانه انما بتكابر. نبيله طبعها صعب، لكن صدقيني هي طيبه والله. هو ينفع بنتك تكون غير طيبه؟ بس بيني وبينك هي عندها حق. زمان لما قلت لك ما ينفعش اتجوزك غير لما بنتك ترضى عن الجوازه، اللي حصل غير كده. وانا ما سالتكش ساعتها احنا استعجلنا ليه، ولا بسالك دلوقتي، بس واضح انها مش بس مش بتحبيني، دي مخونين يا صديقي، وانا ما ارضلهاش تعيش في بيتها وعينيها في وسط راسها. ممكن لحد اما النفوس تصفى والامور تتحل مش هقولك ترجعي بيتك، لكن على الاقل تعالي اقعدي في الاوتيل. انا مش قادر اقبل بقعدتك لوحدك دي. أنا كده مش بس حاسس إنك سبت البيت، أنا حاسس إنك سبتيني. وهنقول إيه للناس؟ سبت بيتي وقاعدة في الأوتيل ليه؟ برضه الناس، هي خايفة من كلام الناس وأنت خايفة من كلام الناس، ومحدش فيكم بيفكر فيا،
محدش عايز يريحني حتى لو على حساب كلام الناس. شفت نادش وانبسطت؟ المرة الجاية لازم ناخدها على البحر، بيكون الجو صار أحلى. مش عارف ليه صريتي نعدى على هنا، وكنا روحنا معهم بدل ما سبناها مع الضياد. نشرب شي ونمشي، هيك الجزء اللي خاصه بناندا بيكون خلص لليوم، وهلا بيبتدي الجزء اللي خاصه فينا انا وانت. كيفك كريمه؟ نورتونا، تحب اجيب لكم حاجه؟ نحن تغدينا، تشرب قهوه؟ كريمه من فضلك شيل انت الحاجه اللي على الترابيزه دي وانا هاخد طلب. عاش من شافك. معلش كنت مشغولة شوي الفترة اللي فاتت، كنت تعبانة شوي. سلامتك، المهم تكوني بقيتي أحسن. هلأ صرت أحسن، كنا قلقانين بالأول لحد ما شفنا الدكتور وفهمنا شو اللي صاير. إن شاء الله كل شي بيكون خير. مش هنعطلك، هناخد اتنين قهوة حالا. عن إذنكم. كنت على شوي رح أحكي، بس بعدين تذكرت إنه إذا نبيلة عرفت إنه خبرت حدا عن البيبي أكيد رح تقتلني. معقول يا مالك؟ أنا كنت عايزة أتكلم معاك في حاجة. خير؟ جليلة طلبت مني أرجع أقعد معاها في البيت. وأنت قلت لها إيه؟ قلت لها خلينا نشوف. انت عايزه تروحي؟ اصل جليله فتحت لي بيتها من يوم ما وصلت بورسعيد، وانا يعني مش عايزه ازعلها. طيب بما انك ابتديتي تقولي لمعارفك اللي هنا اننا متجوزين، مش حاسه ان هي حاجه غريبه شويه اننا ما نبقاش قاعدين مع بعض؟ ما هي حكايتنا كلها غريبة يا اسماعيل، ما جاتش على دي يعني. يمكن عندك حق، يمكن أنا اللي كنت معشم نفسي إننا لما نبقى سوا في نفس المكان أقدر أذوب التلج اللي ما بيننا قبل ما ليلى ترجع. طيب ما تيجي ندخل دلوقتي نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. أنا جيت المكان ده مرة واحدة من وقت ما وصلت، بظريف المكان. اسمها إيه الأغنية اللي هتغنيها صاحبتك؟ مش عارفة، بس أنا تعودت إنه أي مرة جليلة تبقى بتغني أغنية جديدة إن أنا أكون موجودة أول يوم. هيدي كريمة، بعتقد هيدا جوزها. حكيت لي نبيلة إنها مجوزة وإنه في وراها قصة. أنا بعرفها، حاسة أنا شايفتها من قبل. مش هنلاقي مكان فاضي هنا، خلينا نروح مكان تاني. خلينا نضلنا هون، كتير حلو المطرح. تعرفيهم؟ ساكنين جنب مكان شغلي. طيب لازم نجيب
مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. اهلا مدام عايدة، دكتور فريد اسماعيل جوزي. تشرفنا. الشرف لينا. مش لاقيين مكان؟ ظهر كده. طيب تسمحوا لنا يعني تتفضلوا معانا؟ مش عايزين ناخد من وقتكم. معلش ما بدنا نزعجكم. لا لا مفيش ازعاج. والان اقدم لكم الفنانه جليله. اتفضلوا بس يا ريت بسرعه عشان الاغنيه هتبدا، احنا جايين لها مخصوص. اتفضلوا اتفضلوا. صباح الخير، حضرتك طلبتني؟ ادخل يا دكتور، وقفل الباب من فضلك. المدام بتقدم شكوى ضدك، بتقول انك عملت لها عملية عشان تجهض الجنين اللي كان في بطنها. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنك، ما
قادرة من حبك أخف ولا قد أعرف الانسحاب، مع إني عارفة إنك طريق أخره سراب. لنا قادرة من حبك أخف ولا قد ولا قد أعرف.